بسم الله والابن ابن الروح القدس السلام واحد امين. سلام ونعمه لكل مشاهدين ومتابعين قناه تريشيا في كل مكان. النهارده بنعمه ربنا هنتكلم على قديس وشفيع لينا في السماء، هو القديس الشهيد بترا. معنى اسم بترا هو الصخر او الحجر، وفعلا كان شهيدنا، كان صخره ثابته قويه للمسيح له المجد. في عصر داكيوس الملك وصل مرسوم ملكي اللي كان بيلزم كل الناس بعبادة الأوثان والتبخير للأصنام وجحد السيد المسيح. راح القديس بترا للمعبد وأخد يد الصنم أو اللون الذهبية وقام بتقطيعها وتوزيعها على الفقراء. إيه يا عم بترا، هو أنت ما خفتش إن أنت تعمله ده هتتحاسب عليه من الملك داكيوس؟ لا ما خافش. لما الوالي بقى عرف غاضب جدا وقبض على ناس كتيره بسبب اليد الذهبيه دي، علشان يعرف مين اللي عمل كده ومين اللي قدر انه يخالف الملك داجيوس. لكن قدسنا العظيم وفي جراءه راح للوالي وقال له انا اللي اخذت اليد الذهبيه وقمت بتوزيعها على المحتاجين والغلابه والفقراء. غضب الوالي جدا بسبب تصرف هذا الصبي وجراءته، وأمر بحرقه حيا في أتون النار. طب ربنا هيسيبه؟ لا طبعا، ربنا ما سابهوش قدام البشر دي كلها، لكن الرب أرسل ملاكه وخلص هذا القديس العظيم بترا. وزي ما حصل للثلاث فتية في أتون النار، الأتون النار صار بردا، وكان القديس يصلي أمام الجميع حتى غضب الوالي جدا. فأمر الوالي بقطع يديه وقطع رجليه وتسميره على خشبة منكس الرأس، فصار الدم ينزل من أنفه وفمه ونزيف من أماكن القطع. جاء أعمى وأخذ من الدم النازل منه وحطه على عينيه، وهب الله نعمة البصر، وآمن جمع كثير بهذا القديس العظيم وبفضل دمه اللي عمل هذه المعجزة، والكل صرخ وقال نؤمن بإلهك يا بترا. قطعت رأس القديس العظيم ونال إكليل الشهادة في العاشر من شهر مصر، غالبا في سنة 250 ميلاديا، في أيام القديس ديمتريوس بابا الإسكندرية. وقد ضم دير الزجاج رفاته المقدسة بركة الشهيد العظيم بترا، اللي كان دمه مجرد ان دمه نزل من على الصليب شفى اعمى، بركته تشفي كل مريض وتفرح كل واحد فيكم. سلام لكل مشاهدين قناة سيرة شفيع، واذكرونا في صلواتكم سيرة شفيع.